لأنهم يريدون أن نفرقون ونتحاربوا. لكن نقول اليوم أن جبهة خلاص الوطن وكل القوى الديمقراطية التي تتواجد معنا اليوم، نذكر لأن هذه الوقفة ليست حكرا على جبهة خلاص، هي اليوم انفتحت على عدة عائلات أخرى عندهم من هو موقوفهم تطف اليوم. نقول لن نتراجع على طلب وحدة وطنية. هذه الوقفة التضامنية الدورية الأسبوعية اللي تنظمها عائلات المعتقلين السياسيين وتسندها جبهة الخلاص كانت يوم الجمعة، نقلناها إلى يوم السبت للتعبير عن تضامننا مع العائلات والمعتقلين ولمزيد الشرح كل مرة حول هذه المظلمة التي لا أساس لها وللمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، وفي نفس الوقت للتأكيد على أن مستمرون في التصدي للانقلاب حتى استعادة الديمقراطية والمؤسسات الديمقراطية. الوقفة هذه باش تكون كل أسبوع؟ هي دورية كل أسبوع بتنظيم من عائلات الموقوفين. احنا اليوم جينا هنا باش نحكيو باسم الشعب اللي تظلم من 25 جويلية، احنا باش ندافعوا على حقوق الشعب اللي تظلم من 25 جويلية، حقوق المنتهكين اللي نشوفوا فيهم من نهار 25 جويلية لليوم اللي صارت برشا اعتداءات عليهم في حقهم، وزاد باش نرجعوا حق البلاد اللي تم انتهاكه واغتصابه من 25 جويلية، وذاك علاش من اللحظة ذيك اليوم قاعدين نندوا باللي الانتهاكات العنيفة نتاع السلطة ومتاع الأمن. واحنا كل نهار نزيدوا نتشبثوا بمواقفنا ونحبوا نعلنوا للناس كل أننا ما ناش خايفين وما زلنا مقاومين للانقلاب. طبعا وقفة اليوم يعني امتداد إلى سلسلة الوقفات الطويلة تقريبا منذ يعني من هذا المكان عام وثمانية أشهر مضت، ولدت مواطنون ضد الانقلاب تدجرت ويعني دعمت أكثر، فكان ميلاد جبهة الخلاص الوطني. أكيد يعني تلاحظون منذ أكثر من شهر يعني حملة اعتقالات كبيرة، أصبح كنا نناضل، الهدف واضح إسقاط الانقلاب، أصبحت المعركة معركة إسقاط الانقلاب ومعركة حريات معناها يعني أيضا. اعتقل كوكبة واعتقل قيادات المناضلة، أغلب القيادات المناضلة يعني ضد الانقلاب بتهمة الخيانة العظمى والتعامل مع السفارات. بعد ذلك بعشر أيام أو 15 يوم النيابة العمومية لسان السلطة برأت كل السلك الدبلوماسي الموجود في تونس وقالت يشتغلون وفق القانون واحترام الأعراف الدولية. إذن مع من تعامل هؤلاء المعتقلون في زنازين 25 جويلية؟ نقول هؤلاء اعتقلتموهم لأنهم تعاملوا مع السفارات بلسانكم، قلتم وضعوا السفارات وضع قانوني، إذن هؤلاء لم يخونوا، هؤلاء نعتبرهم مختطفون على اعتبار ليست لهم أي تهمة. التهمة التي وجهوها وعلى قاعدتها اعتقلوهم تم تبرئتهم منها، نعتبرهم في وضع اختطاف. البلاد مختطفة منذ 25 جويلية 2021، البلاد تعيش بركاج، نحن لا نطلب أي شيء إلا العودة إلى القانون، العودة إلى المؤسسات، العودة إلى الدستور، العودة إلى النظام الجمهوري. تونس إمارة في قبضة أمير اختطف البلاد. هذه وقفة بطبيعة الحال مرة أخرى كانت جبهة الخلاص ومناصري جبهة الخلاص والديمقراطية في موعد مع هذا المكان هذا الفضاء ككل أسبوع كما قررنا ذلك. بطبيعة الحال كان هنالك أسبوع فقط تخلفنا فيه اللي هو كان بمناسبة العيد، وبطبيعة الحال فيجب أن الرسالة الأولى تبعث إلى المعتقلين بطبيعة الحال أننا لن نفرط فيهم، لن نفرط في كل معناها دقيقة نضالهم اليوم اللي قاعدين يقوموا به. بطبيعة الحال كذلك هي خطوة نضالية في إطار العام اللي بدينا بها من 25 جويلية وهو مناهضة الانقلاب بطبيعة الحال. والرسائل كما استمعتموها كانت من أجل وحدة وطنية، كانت من أجل أنه معناها تونس تقبل بكل أبنائها مهما اختلفوا، وهذا هو كانت الرسالة. الاتهامات إلى حد الآن بالليل يلقى اتهام يجيبهنا، لأنه إلى حد الآن ليست هنالك اتهامات في الملفات، الملفات كلها تقريبا فارغة، ولذلك نحن نطالب بإطلاق سراح. شكرا. يسقط يسقط رئيس سعيد، يسقط يسقط رئيس سعيد، يسقط يسقط رئيس سعيد، حريات حريات. هذه وقفة للعائلات التي تضررت باعتقالات ذويها، وهي وقفة أيضا للأحزاب السياسية
ولجبهة الخلاص الوطني التي مست رموزها الاعتقالات السياسية الأخيرة. وهذه الوقفة هي وقفة مدنية سلمية أسبوعية، الغاية منها بالأساس تحسيس الرأي العام الوطني في البلاد بخطورة هذا النهج في التعاطي مع السياسيين وفي التعاطي مع المعارضة من خلال الزج بكل قادة المعارضة في المعتقلات السياسية. وهي أيضا وقفة تدعو إلى إطلاق سراح المساجين السياسيين، وهي وقفة أيضا تنبه إلى أن الوضع الذي تعيشه تونس والمخاطر الذي تعيشها تونس على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والمالية للدولة لا يمكن أن تحل باعتقالات سياسية. هذا هروب إلى الأمام للسلطة في مواجهة واقع صعب تعيشه تونس. نقدر أن المعارضة سيكون موقفها دائما في صف الحريات، في صف الديمقراطية، في صف التنظم الحزبي، في صف حرية التعبير وحرية الفكر. احنا الرسالة اللي نحب نبعثها من خلال الوقفة هذه هي الحقيقة مش رسالة واحدة، مجموعة من الرسائل. اولا رانا شادين الصحيح في تحرير المعتقلين السياسيين. ثانيا انه راه يجب ان تعود تونس الى المسار الديمقراطي. ثالثا انه راه اللي قاعد يصير رافضينه بالمطلق. الاتهامات اللي قاعدة تتوجه للمعتقلين لحقيقة الامر لا تشرف دولة عمل بلاد عملت ثورة معناها وكرست فيها جملة من المؤسسات، ويفترض راه يتجاوز الممارسات هذه عندها سنوات. التهم معناها باطلة تماما، التهم تثير السخرية والتحكم والتهكم. يعني واحد يجوا يدعوا عليه بالباطل، ما ثماش حجج، ما ثماش براهين، ما ثماش قرائن. هذا في حقيقة أمر ما يشرفش تونس وما يشرفش الشعب التونسي وما يشرفش الثورة وما يشرفش الناس اللي قايمين على السلطة الآن. هاي من هذه الوقفة واضحة، هي التعبير على التضامن مع المساجين وراء القضبان، فهي رسالة إليهم بأنكم لستم وحدكم، وأنا إخوانكم وأصدقائكم معكم حتى يقع إطلاق سلاح. هي رسالة للسلطة أيضا بأن هذه القضية لن نتخلى عنها، وسنبقى ضاغطين عليك بها حتى تزداد عزلتك في الداخل وفي الخارج، وحتى نكرهك على إطلاق سلاح. الاتهامات باطلة لا تستند على أي واقع مادي، وهي حملات مفادها الوحيد هو أن كنت معارضا فمكانك السجن. نحن السجن لا يفت من عزيمتنا، وهو يسهم في إضعاف السلطة لا في إضعاف المعارضة. بالجاسم حسن عضو المكتب التنفيذي لحزب حركة النهضة. احنا هذه الوقفة أولا نحطها في إطارها، هي وقفة رمزية تضامنية مع المعتقلين واحتجاجية على يعني السلطة، سلطة الانقلاب لما تقوم به من انتهاكات ومن اعتقالات، يعني في الحقيقة عبارة على تجاوز كامل للحقوق والقانون. احنا من خلالها عندنا برشا رسائل. الرسالة الأولى هي للمعتقلين في حد ذاتهم، نحن لن نتخلى عنهم أبدا، نحن متمسكين بحقهم في الحرية وبإطلاق سراحهم، لأن كل الاتهامات المقدمة ضدهم في الحقيقة هي اتهامات جزافية وما ثماش فيها احترام للإجراءات وغير ذلك. اثنين، احنا عندنا تقدير لاستقلالية القضاء، ولكننا نعتبر أن هذا الحل الأمني المعتمد من النيابة العمومية هو فيه تجاوز حقيقي. نحبوها تصارح الشعب بهذه الاتهامات وتقدمها. رسالتنا الثالثة للانقلاب، رانا ما نجمش نتخلوا على مقاومة الانقلاب وإسقاطه والعمل على إسقاطه واستعادة المسار الديمقراطي مهما يتخذ هو من إجراءات تعسفية. الرسالة الأخرى هي أنه يعني شعبنا رانا سوف نسعى بكل قوانا السياسية السلمية لإنقاذ تونس من هذا الانهيار الذي بلغته، والعودة للمسار الديمقراطي، والعودة لأهداف الثورة وللتنمية وغير ذلك. والرسالة الأخيرة هي لأبناء جبهة الخلاص أننا سوف نبقى جميعا ملتفين حول قضيتنا وحول قياداتنا في الدفاع على استعادة المسار الديمقراطي. الاتهامات انتم ريتوا الاعلاميين قديش من قضيه مشالها الشيخ ومشالها يعني ان المناضلين، والقضيه الاخيره هذه بالذات انا نفسي كنت معني بها مسامره قدمنا فيها اراء سياسيه يظهر فيها بعد ذلك تهديد وتحريض على العنف والتحارب الاهلي، وقت اللي ما ثماش ما اوضح مما قاله الشيخ. الشيخ ايش قال؟ قال تونس راهي ماهيش بلاد نتاع اقصاء واستئصال وتحارب اهلي، تونس راهي بلاد نتاع تعايش سلمي ومدني وديمقراطي تسع الجميع ولا يمكن اقصاء احد منها، يتحول الى انه تهديد. يعني انني قاتلك، وانه فعلا الرجل القيس سعيد اللي يسب ويشتم في التوانسه على طول ويحدد منها في حشرات وفي جراثيم وفي مخ
مخمورين وغيره، هذا يمس كبير من جزء كبير من الشعب التونسي، في حين احنا نتحدث على ان تونس للجميع، وتونس لا يمكن ان يقع فيها اقصاء لا اسلاميين ولا يساريين ولا قوميين ولا دساتره ولا حد، وربي يهديكم.